معاكم دلوقتي اوكا وارتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقولك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقولك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسه خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانه انها تعمل اي حاجه خير. وفي الاغنيه دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا. يلا قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكه شمال، يفضل يقولك العب يلا 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 العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا ولع يلا كده ولعتنا كده خربتنا، حبة فوق حبة تحت حبة فوق حبة تحت، يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين. ما تلعب يلا تبقى قاعد سامع الأذان، نفسك تقوم في حاجة منعاك، إبليس يقولك أنا وأنت أنت وأنا، عايز هلس خليك هنا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. الناس ايه الناس ايه، اخر مرة اخر مرة، يلا تاني يلا يلا. ارفع ايدك العب يلا ارفع ايدك العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. عايز العلاج من الكسلان، استعيذ بالله من الشيطان، افضل صلي لو غصب عنك، خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا العب يلا العب يلا 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 العب يلا يلا